مرحبا مرحبا، انا هو احمد وانا عايش في هاي الجزيرة الرائعة جدا جدا. هاي الجزيرة بتحتوي على اسلحة اسطورية مثل هذا الشوتجن البندقية وهذا الرشاش والسنايبر القناص وهذا المسدس والدبابة والشوتجن. جميع انواع الاسلحة موجودة في هاي الجزيرة، في جزيرة احمد الرائع هذا. اطلعوا كيف هوني هاي جزيرتي، هوني في مدفعية، اي واحد شرير بكون بدي اقضي عليه واقتله بجيب هاي المدفعية وبرر بخردقه وبخلي ينسى اسمه. انا هو احمد، اطلعوا هذا هو انا، طلعوا صورتي ما اجملها، وانا ماسك هذا السلاح، هذا سلاح المفضل اسمه سلاح الجروزا الاسطوري، وانا بنام على هذا السرير وهاي هي الدروع تبعتي والسيف تبعي لما انا بكون بدي احارب ناس من العصر الحجري، من هيك من قبل الاف السنوات، بلبس هذا الدرع وهذا السيف الاسطوري وبنزل عليهم وبحاربهم، بقضي عليهم بقتلهم وبخليهم يعرفوا مين هو احمد. لكن انا بصراحة بنتظر وبدور على صديق يكون معاي، بس انا لحد الان مش لاقيه، الشخص اللي بفهمني والشخص اللي بيكون معاي دائما دائما، وهاي هي سيارة الاسطورية. هاي السيارة الزرقاء انا بسميها السيارة القوية جدا جدا، سيارة اسطورية. هاي سيارتي بقدر اني انتقل فيها وين ما بدي، اشي اسطوري وخرافي. اطلعوا بقدر اني اسوقها كمان، طلعوا عيني بدي اسوق لكم اياها، خليني اشغلها. اطلعوا كمان من الداخل، واو بالان بدي انزل، يلا يلا يلا، واو شوفوا سيارتي الاسطورية، راح اطير لكم لمكان بعيد وجميل كثير. اطلعوا اطلعوا كيف، واو هذا هو انا احمد، وين نزلت على هذا المكان، وبا اشي رائع كثير كثير. اطلعوا سيارتي من الداخل، سيارة اسطورية، طلعوا كيف بتحكم فيها بكل سهولة، يمين يسار، اشي رائع كثير. واليوم انا بدي اسوي حملة البحث عن صديقي اللي يكون معاي طوال عمري ويكون معاي في القضاء على الاشرار في اسلحتي الرهيبة هاي. يلا مثل هيك راح افرجيكو اشي خدعة سحرية اسطورية كثير كثير. بجي من هذا المكان بسوي مثل هيك، بنزل من السيارة بقفز على هذا المكان ومثل هيك ومثل هيك، خليني اقفز هون مثل هيك، اشي اسطوري ورهيب كثير كثير. بجي على هذا المكان مثل هيك ومثل هيك وبدخل على هذا المكان، على هذا المنزل اسطوري، وبجي هون شايفين هاي الكبسة، هاي الكبسة بتوصلني على جزيرتي بكل سهولة بكل سلاسة واسرع من السهولة. يلا انتم مستعدين عشان اكبس هاي الكبسة وانتقل الى جزيرتي؟ يلا 1 2 3، واو هين انتقلت، شفتوا كيف الحلاوة، اشي رائع واسطوري كثير كثير، اشي قوي جدا جدا. هذا هو انا وهاي هي جزيرتي، والان انا بدي افتح هذا الصندوق واطول البلوكات حملة البحث عن صديقي ورفيقي ويكون من فريقي هذا. يلا يلا خلينا الان انا اوصل طريق اللي بيحبني انا يضغط على زر الاشتراك واللايك، والان بدنا ندور عن الفريق الاسطوري صديقي الرهيب. شو هذا السلاح موجه علي؟ شو بدك مني؟ هي انا ما بدي. توقف مكانك، توقف مكانك، نعم. لا تتحرك، انت واحد شرير ولا واحد طيب؟ شو قاعد بتسوي في هذا المكان؟ انا هو حركي غلط، راح افجرك، سمعني، راح افجرك، شايف؟ ماشي ماشي، انا هو احمد، انا بصراحة جالس ببحث عن صديق يكون معاي يقاتل معاي، انا عندي اسلحة، مفكرني ما عندي اسلحة بقدر ادمرك انت الثاني. هي انت شكلك واحد شرير وبتحب الحروب، انا بحب الناس الطيبين واللي بيقاتلوا الاشرار. وانا كمان مش عارف ايه انت بتحب الناس الطيبين يعني بتقاتل الاشرار؟ بالتاكيد، انا عندي اسلحة، طلع سلاحي هذا بقدر اني اطلق عليه الاشرار، طلع طلع ما اجمل. اوه مرحبا. معناته انا اسف فكرتك واحد شرير علشان هيك انا يعني استغرب جدا. مرحبا انا اسمي محمد. اوه اهلا اهلا، انا اسمي احمد، اتشرفت بمعرفتك يا محمد.
واو إشي أسطوري جدا جدا، شكرا لك يا أحمد. تعال تعال عندي ووصل علشان ما توقع يا أحمد، لأنه أنا بدور على الناس المثلك من زمان كثير كثير، يعني أنا بحب الناس الطيبين. شكرا شكرا كثير. شايف كيف؟ شوف واو والله أسلحتك أسطورية وصورتك أسطورية. هاي شايف كيف أنا عندي الإنفور الثلجي اللي بعرف إيش هذا السلاح الأسطوري؟ اكتب لنا بالتعليقات. شوف شوف كمان عندي أسلحة كثير كثير أنا في هذه الجزيرة، وأنا يعني بحب أقاتل كل الأشرار. باخذ مثلا سلاح زي هيك في السنايبر هذا مثلا، وبطلع بدور على أي شرير وبصيده وبقتله. وانت ايش بتسوي؟ نفسك تماما. لكن بصراحة أنا بتعرف شو صار معاي قبل كم من يوم؟ قبل تقريبا 5 أيام نزلت في وسط الليل، وبعدها نزلت في كهف في هذاك الجبل. كان في مجموعة من الزومبيز والهياكل العظمية الشريرين كثير كثير حلو، وبعدين طلعوا جيش كامل. ما قدرت يعني قدرت لهم في آخر نفس، لكن كنت رح أموت بسببهم لأنهم قويين كثير كثير. واو والله إشي أسطوري جدا جدا، أنت واحد طيب وأنا حبيتك بصراحة، أنت واحد قوي جدا، وأنت رح تصير إذا أنت حبيت صديقي المفضل ومثل أخوي تماما، ورح نصير نقاتل كل الأشرار ونعيش مع بعض، إيش رأيك؟ واو أنا موافق، وبدور على شخص زيك من زمان بصراحة. واو. حبيت بس بدي أحكي لك إنه أنفك جميل جدا جدا. شكرا شكرا جزيلا. نعم أنفي كبير علشان أشم فيه يعني الأشياء الخطيرة، وأعرف وين الجزر الشريرة أروح لهم يا صديقي أحمد. نعم نعم يلا، أنا وياك الآن اجتمعنا بدنا نقضي عليهم الأشرار. عند حط سلاحي عندك مثل هيك تماما، وبدنا ننتقل بإيدينا ندمر الأشرار. أكيد أكيد. يلا أنا سمعت في كم جزيرة جداد فيهم ناس أشرار، لازم ندمرهم ونكسر رؤوسهم. ماشي بكل تأكيد. نعم نعم. أنت مين بتتوقع الجزيرة اللي ورا ظهري؟ أنت حكيلي حكيلي حاول فكر. يعني انا حاس انه واحد مخلوق من يعني من سطح البحر، من مكان بعيد جدا جدا، ويعني داخل سطح البحر وهيك عنده صديق نجم واشياء غريبه. انا هيك حاسس يا صديقي. طيب يلا تعال انا وياك نشوف ونستكشف مع بعض. خلينا نشوف. اوبا يا سلام. ايه يا صديقي ايش هذا؟ هو سبونج بوب. انا هو سبونج بوب الشرير، شوفوا اسناني ما اجملهم. يا صديقي احمد ويا اخوي احمد، شو هذا الشرير؟ اطلع كيف شكله بخوف. يا مخوف والله، هذا مخيف كثير والله، اشي مرعب على الاخر على الاخر. يلا يلا، هل تودون ان تصبحون اصدقائي؟ ايه لا طبعا، انا واحمد وعدنا الجميع انه احنا نكون ناس طيبين وبنقتل الاشرار، مش نكون اشرار مثلك يا غبي. يلا يلا بدي ادمركو. نعم نعم يا اخوي محمد، انا رح اعطيك طاقة ما عمرك شفتها بحياتك، رح اخليك انت ما تموت من الاشرار هذولا. جاهز؟ نعم انا جاهز. واو شكرا لك كثير كثير. تعالوا نخدك. ايه مين اللي بصيبني؟ انا هو سبونج بوب الشرير. تعال هون. مثل هيك ومثل هيك. خذ لك يا اخ بدمرنا. اوبا تعال هون يا شرير. ايوه يلا قاتلوا قاتلوا لحد ما يموت. تعال هون. اوه يا ويلي ضربني ضربني، خلينا ابتعد عنه. خذ ذكاء، خذ لك يا شرير يا سبونج بوب الشرير. تعال تعال ضربني راح اموت راح اموت. دير بالك قلب، دير بالك انا موجود. واو بوم بوم بوم. تعال هون احنا راح ندمر هذا اللي اسمه سبونج بوب. خذ لك هاي انا راح ادمرك. يا شرير انا رجعت. اوبا تعال هون. رائع جدا يا اخوي محمد، دمره كسره فجره، لا ترحمه ابدا ابدا. يلا 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 خذ لك هاي خذ لك هاي. يا ويلي سبونج بوب هذا قوي يا اخوي احمد، قوي جدا. نعم شايف شايف. روح روح شرير يلا اضرب اضرب اضرب. يا ويلي شو هذا؟ انتوا اقوياء كثير كثير. نعم احنا اقوياء. موت يا شرير، مات سبونج بوب اخيرا. شوف شوف تعال تعال، شو رايك نجرب ناكل من هذا البرجر؟ لا لا دير بالك هذا بكون مسوي من لحم البشر هذا الشرير. يا ويلي نعم هذا اشي شرير جدا. يا ويلي هذه الجزيره بدنا نفجرها تفجير لما نخلص منه. نعم يلا يا اخوي خليني اشيل، شو رايك نروح للمنطقه الجديده؟ نعم خليني اشيل الدماء لانه نعم الدماء شيل شيل طالعه ومقزز. أيوة كثير كثير. خلينا نسكر مثل هيك تماما. شا
شايف كيف؟ نعم شايف، إشي أسطوري وخرافي. يلا يلا يا أخوي وصديق محمد، خلينا الآن. شايف قضينا على مين؟ قضينا على واحد مقزز مقرف متوحش. طلع طلع عيونه بخوف وأسنانه مرعبة، وطلع شو طالع منه، والله إشي مخيف. أنا ما توقعتك مثل هيك يا سبونج بوب الشرير تكون مخيف لهالدرجة. نعم يلا يلا مش مشكلة، المهم إنه أنا وياك نكون قويين وقد كلامنا. يلا خلينا الآن نوصل طريق ونشوف. وصل 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 وصل. ووو إيه مين هذا؟ طلع كيف شكله؟ يعني بيشبه واحد غريب جدا. نعم. شو هذا؟ إيه هذا بيشبه جسم واحد منعرفه. طلع هذه التماثيل كمان. ايه خلينا نشوف هذا. هذا بسيط المتوحش الشرير. هاي هاي مرحبا يا بسيط، مرحبا. ايه ابتعد عني، انا جوعان، ابتعد عني، بدي اكل البشر، بدي اكل البشر، بدي اكل. اخ يا ويلي محمد هذا بضرب فيي. تعال لهون، ابتعد عن صديقي احمد، ابتعد عن اخوي. يا ويلي هذا قوي جدا. ايه راح يقتلنا، راح يقتلني. خلينا على السبونج بوم. يا ويلي مسكت حبل سبونج بشيء رائع كثير، يعني انقذنا حياة بعض. كفو عليك كفو عليك. هي خليني بدي استجمع قوتي انا. يلا يلا حاول تقتله، حاول تقتله. يلا يلا اني جالس بحاول اقطع عليه. خذ لك هاي يا شرير. واو شوي بضربه واحده. معقول مثل هيك؟ بضربة واحدة فقط يا محمد انت قدرت انك تقضي عليه؟ انت انقذت حياتي. يلا هي شرير، هي هي تعال نجرب نفتح كل هدول ونشوف ايش فيهم مفاجآت. يمكن معقول يكون فيهم مفاجآت. والله مش عارف، استنى يا صديقي. لازم نستعد كويس، لازم نستعد كويس. نعم نعم، ولازم يكون معانا عصاية عشان نستعد اكثر واكثر. صحيح هذه بتكون احكي لك وين بالحفلات. ايه بالحفلات، نعم بالحفلات. يلا انت جاهز؟ نعم. يلا اكسر اكسر. اوبا يلا 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 يلا. شوف شوف شوف. دير بالك سبايدر متوحش. اقضى عليه، اقضى عليه يا محمد. تعال لهون. اوه خلينا احمله مثل ايه. تعال تعال طيروا اول ما احطه هون. تعال وبا يلا يلا يلا. اوه رائع. بوم قضينا عليه وقتلناه. ضل اشيين يا صديقي، انت جاهز؟ نعم. ضايل في نجمتين بصر شو بداخلهم. يلا يلا. واحد اثنين ثلاثة. بو 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 بو. ايه زومبي متوحش، خذ لك هاي. تعالون. ايه حرقك يا اخوي يا اخوي، خلينا ابتعد. يا ويلي ايوه ايوه ابتعد عن اخوي وعن صديقي احمد. تعالون يلا كسر كسر راسه، كسر راسه. موت يا شرير موت. واخيرا هيو مات يا صديقي. يلا ايش بتتوقع بداخلها؟ خلينا نستكشف ونشوف. واحد اثنين ثلاثة. واو ايه زومب بيك مان الشرير، خذ لك هاي. يا ويلي ساعدني. يا ويلي خذ لك هاي، خذ لك هاي، ابتعد عن صديقي. ايوه طير. واخيرا قضينا عليهم هذول الاشرار، قضينا على كل الاشرار، سوينا فريق رائع انا وياك، ورح نصير مثل الاخوان تماما. انت هو مثل اخوي احمد، ورح نشبك هذول الجزر، جزيره محمد وجزيره احمد مع بعض، ونكون اقوياء جدا. صحيح بالتاكيد بالتاكيد. احمد نعم. ومحمد فريق واحد، واحمد ومحمد في كل مكان.